الموضوع طبعا انا شخصيا فاهم ريفولوشنري قوي، ناس كتير قوي في المجال بتتقدم يعني، ناس كتير، وانا مش فارقلي بصراحه ان هي كلها كام سنه، هو كل واحد هيبقى في حته، وساعتها هتشوف مين هينتقد مين او مين هيبقى عنده حاجه يقولها على حد. ان شاء الله تبقى اول يو اف سي فايتر ان شاء الله. انا كده ومش بعيد. انت جايبني برضه حاجه ثانيه، قول لنا انت شايف الفيوتشر ماشي ازاي ريالستيكلي ونفسك في ايه؟ انا هقول لك، انا قدامي سنه جامعه خلاص السنه دي، عندي موضوع الجيش ده لو ربنا كرم وعرفت اخلع منه اخلع منه، ما عرفتش اخلع منه يبقى ربنا كاتب لي ان ده هيبقى جزء من مشواري، بس انا مش هوقف، هخلص اهلي كلهم عايشين بره، هاجر اخد الجنسيه الاجنبيه وافضل قاعد بره، ابقى رايح جاي على مصر، فاهم قصدي؟ بس وانا اوريدي الحمد لله بفضل ربنا يعني، انا المعسكر اللي فات لا غير كده، نور الدين كان بيسبار معايا باسمي، لا يعني هو بيقول لي برو راوند 1 برو كوم تو تكنيك برو كوم، ليه؟ هو حاسس لما واحد يكون عنده 38 سنه بيلعب في اليو اف سي بقاله 12 سنه وانا اللي بسبار معاه وهو اللي بيطلبني، دي معناها ايه؟ ان هو شايف ان انا واحد علامات، لا مش هو شايف ان انا واحد علامات فيها سكيل ليفل كتيره، هو شايف ان انا اكتر واحد ممكن فيه، وخصوصا عشان حوار الميزان، دي حاجه تريحني لما هو 77 كيلو وانا بلعب 77 كيلو 170 باوند فاهم قصدي؟ فدي حاجه تريحني الترا. لما اسافر مثلا واحد زي برونو روبوستا وهيمضي مع اليو اف سي، ولو قعدنا قعده ثانيه لا وهيمضي مع اليو اف سي وهتشوف، هنقعد قعده ثانيه اقول لك فاكر لما قلت لك ان برونو هيمضي مع اليو اف سي ومر. برونو جالي فاهم الكامب اللي فات ده، قال لي برو I remember very well the first time انت جيت هنا في 2016، قال لي انت دلوقتي you're a complete fighter، قال لي all respect to you. فهي الفكره كلها الحمد لله دي حاجه كويسه وربنا كريم كل حاجه، بس عادي ممكن كل ده يتبخر في يوم وليله لو انا ما فضلتش اكمل بورك، مش حاجه اسمها